أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. معكم عماد، واليوم في فيديو جديد. في الفيديو بتاع النهاردة احنا هنتكلم عن باور اوتوميت فور ديسكتوب، وبالأخص النهاردة هنتكلم عن التعامل مع الملفات والمجلدات فايلز اند فولدرز. وهنشوف في المثال بتاع النهاردة ان انا عندي زيب فايل، ملف مضغوط على الديسكتوب، وجوه الملف المضغوط لما اجي افتحه هلاقي عندي فولدر. الفولدر ده جواه مجموعة من الملفات. انا عندي مجموعة ملفات وورد، مجموعة ملفات تكست نوت باد، ومجموعة ملفات اكسل، وعندي زيب فايل. انا برضو عايز اتعامل مع الزيب فايل ده باني افك الملفات اللي فيه واشوف هل الباور اوتوميت يقدر يعمل انزيب للفايلز الموجوده ولا لا. وبعد ما يعمل لها انزيب برضه هيحطها مع الملفات الموجوده. بعد ما هنفكهم وهيبقوا موجودين مع باقي الملفات، هشوف ازاي ان انا اقدر اجمع الملفات بتاعت الاكسل واحطها في الفولدر بتاع الاكسل، وملفات النوت باد هحطها في فولدر النوت باد، ملفات الوورد هحطها في فولدر بتاع الوورد. وبرضو هشوف ازاي ان انا اعمل كرييت للوك فايل جوه اللوك فولدر، واقول ايه اللي حصل في اللوك فايل ده. تعالوا مع بعض نشوف هنعمل ايه. اول حاجة هعملها ان انا هفك الملف المضغوط اللي هو فايلز اللي موجود على الديسكتوب. فكيت الملف المضغوط، بقى فيه فولدر اصفر اهو بهذا الشكل على الديسكتوب. لما اجي افتحه هلاقي الملفات اللي موجودة اللي اتكلمنا عليها، اللي احنا هنرتب ونرص الملفات جوه الفولدر. وقبل اي حاجة هنفك الفولدر المضغوط. تعالوا هنروح على الباور اوتوميت وهنعمل نيو فلو. الفلو هنسميه فايلز اند فولدرز. هندوس على كرييت، ومن هنا هنبتدي مع بعض نعمل الفلو بتاعنا. اول حاجة هنعملها ان انا هاخد المسار بتاع الفولدر بتاعي اللي على الديسكتوب. بدل ما استخدم الاسم او الفولدر ذات نفسه، من المفضل دايما ان انا اعمل variable واحط فيه اسم المسار او المسار بتاع الفولدر. هاجي اخد مسار الفولدر. انا عندي هنا الفولدر، هكليك يمين عليه، هلاقي هنا كوبي اس باس في الكونتكست مينيو. طبعا علشان انا هنا ويندوز 11 ويندوز 10، هدوس شيفت قبل ما اعمل الرايت كليك، ولكن هنا في الويندوز 11 بتظهر على طول. اول لما بعمل الرايت كليك هقول كوبي اس باث، يبقى انا هنا معايا المسار. هعمل فاريبل زي ما قلت لحضراتكم واحط المسار فيه، هدوس البلاس ساين واقول انبوت فاريبل، وهسمي الفاريبل بتاعي فايل باث. سميت الفاريبل نيم فايل باث، والتايب بتاعه تكست. الديفولت فاليو زي ما قلت لحضراتكم انا واخد كوبي اللي هو المسار، مجرد هلزقه. هشيل بس الكوتيشن اللي في الاول وفي الاخر. شلت اللي في الاخر، هروح برضو للي في الاول واشيلها. وبرضو في الاكسترنال نيم ممكن اخد اسم الفاريابل نيم كوبي واعمل له بيست، انا مش هستعمله طبعا. وهنا خلصت، هقول سيف. دي اول حاجة عملتها ان انا خدت المسار بتاعي في input variable بهذا الشكل. تعالوا اول حاجة نعملها ان احنا جوه المجلد اللي احنا عايزين نرتب الملفات فيه، هنلاحظ وجود ملف مضغوط، ممكن يبقوا اكتر من ملف، فاحنا عايزين نفك الملفات المضغوطة. ويا ترى الباور اوتوميت بيفك الملفات المضغوطة؟ تعالوا مع بعض نشوف ازاي وهنعمل ايه. فاول حاجة هنعمل انزب للكمبريست فايل اللي موجودة. انا هبتدي اعمل كومنت، هقول ان انا هبتدي اعمل انزيب. تعالوا نحط كومنت نشوف هنحط كومنت ازاي.
احنا هنبتدي شغلنا بان احنا هنعمل كومنت. الكومنت دي فيها ليها بداية ونهاية، وهنحط بين البداية والنهاية عملية الانزب. تعالوا دلوقتي نعمل كومنت، هكتب في السيرش في الاكشنز فوق كومنت، هاخد هنا الكومنت هسميها انزب ستارتد وهقول سيف، هاخد منها كوبي واعمل بيست، وهسمي التانية اندد وهقول سيف. بعد كده انا عايز هجيب الزيب فايل اللي جوه الفولدر، فهقول جيت فايلز ان فولدر، جيت فايلز ان فولدر، هسحب الاكشن بين الستارتد والاندد الفولدر. انا هنا شايل الباس او المسار بتاعي في فاريبل هنختاره من علامة الاكس اللي بين الاقواس براكت دي، وهختار الفايل باث بتاعي، وانا عايز انهي فايلات قلنا المضغوطة، يبقى هنا هختار الاكستنشن اي ملف دوت زب، ولو عايز انكلود سب فولدر هو هيطلع لي variable produced انا هسميه الزيب فايلز، او اسيبها فايلز زي ما هي وابقى عارف ان فايلز دي بتاعت الزيب فايل، وهقول سيف. تمام، انا كده عملت الاكشن بتاعي اللي هو جيت فايلز ان فولدرز ما بين الانزيب والستارتد والاندد، وعملت هنا بقى في الفلو variables ظهر لي الفايلز اللي هي فيها اسم الملفات او الملفات اللي هي جوه المضغوط. انا جبت اسماء الملفات اللي جوه المجلد المضغوط، ولكن لسه ما فكتهمش. عشان افكهم هعمل لوب قبل ما افك. اللوب هيكون فور ايتش، هكتب فور ايتش في الاكشنز، هختار فور ايتش واحطها. ما زلنا بنعمل فك للملفات المضغوطة. فور ايتش احنا كان عندنا الفاريبل اللي عمله اللي هو الفايلز اللي طلع من الملفات المضغوطة، وكرنت ايتم اللي هو كل ملف جوه الملفات المضغوطة، فانا هعمل سيف. بعد كده تعالوا نقول بقى هل هو هيفك ازاي. هندور في الاكشن على حاجة تعمل انزب، هنلاقي فعلا في اكشنز جوه الباور اوتوميت بيعمل انزب للفايلز. اول حاجه في الانزيب فايلز اللي هو الاركايف باث، انا هنا عندي في الفاريبل هيكون عندي الكرنت ايتم، الديستنيشن فولدر هيكون في المسار بتاعي اللي هو الفايل باث، هو هيفكه هنا. انا مش هحتاج اي بارامترز تاني اكتب فيها اي حاجه، وهقول سيف. بعد ما فكيت انا الزيب فايل وعملت له انزيب جوه اللوب، انا مش محتاج الزيب فايل، فتعالوا نعمل له ديليت. فهعمل ديليت، بس مش هعمل ديليت للفولدرز، انا هعمل ديليت لفايل فايل لحد ما يتلغي الفولدرز. تعالوا من عند الاكشنز، هلاقي في الاكشنز في ديليت فايلز، هحطها بين الفور ايتش، والملف اللي انا هشيله هيكون الكرنت ايتم، وهقول سيلكت وهقول سيف. كده انا بلغي ملف ملف الى ان يتلغي الفولدر كله. تعالوا نعمل ران للفلو، اتعمل ران للفلو، هشوف الفولدر بتاعي، هلاقي الانزيب واحد واثنين وثلاثة اهم اتعمل لهم انزيب، والزيب فايل نفسه ما بقاش موجود لان مسحت الملفات اللي جواه، وانا مش محتاج الزيب فايل بعد كده. انا كل الفلو اللي فاضل لي في الفلو بتاعي علشان التاسك بتاعتي تنتهي على الاخر، اني اخد كل اكستنشن او كل نوع من الملفات الاكسل تتحط في الفولدرز بتاعها، النوت بادز تتحط في
الفولدرز بتاعها والوورد فايل تتحط فيه الفولدرز بتاعها، واكتب لوج فايل في الفولدر بتاع اللوج. تعالوا نشوف هنعمل الفلو ازاي اللي تنفذ لنا الكلام ده. هقفل الفولدر، هرجع للفلو بتاعي ونبتدي مع بعض نشوف هنعمل ايه. علشان نبتدي الشغل بتاعنا احنا عندنا الفولدر بس كل ما في الموضوع ان في ملفات انضافت ليه. فتعالوا نقول get files in folder زي ما عملنا قبل كده، get files in folder، واحنا عندنا الفايل باث والفايلز هتتحط في variable اسمه file 2، مش مشكلة برضو هخلي الاسم زي ما هو. بعد كده هشوف جوه كل، هخش بقى وهقول for each وهشوف كل ملف من دول والاكستنشن بتاعته ايه واعمل له موف جوه الفولدر بتاعه. هنشوف مع بعض. اول حاجه هحتاج لوب، هقول for each، ادي for each، for each هنا هختار file 2 اللي هو اسم الملفات وهيطلع لنا current item 2 وهقول save. هنا هشوف الاكستنشن بتاع الملف بتاعي علشان احطه في انهي فولدر. اول حاجة هتشيك على نوع الملف عندي، وهنشوف بقى هنا اكشن جديد اسمه سويتش، ادي سويتش هنا، وهنا value to check. انا هتشيك على الكرنت ايتم 2، هنزل تحت شوية هلاقي الاكستنشن، ادور عليها لحد ما الاقي الاكستنشن، وهنا current name extension وهقول save. جوه السويتش هتشيك بقى على الكيس بتاعتي، هل الاكستنشن ده يساوي تكست، هبتدي بالتكست. كتبت في السيرش كيس في الاكشن، هاخد الكيس احطها بين السويتش والاند equal to، انا هكتب dot txt، هقول save. في الحالة دي انا هعمل move للفايل، هدور في الاكشنز على move، هلاقي تحت الفايل في حاجة اسمها move files. move يعني هيعمل cut paste او هنقله من فولدر لفولدر. هاخد move files اللي هو في ال current item 2 و ال destination folder. انا هنا عشان عارف انه text انا ممكن اختار الفولدر بايدي المرة دي، او ممكن اختار المسار واضيف عليه النوت باد واقول save. ادي اول كيس. تعالوا نشوف باقي ال extensions اللي هنعمل لها موف. احنا خدنا اول حاجة التكست، تعالوا نشوف الاكسل بعد كده اللي هو الاكس ال اس اكس. هاخد كوبي من الكيس بتاع التكست، وقبل الاند او عند الاند هقول بيست، هو يحط قبليها، وهعدل الاكستنشن بدل تي اكس تي هخليها اكس ال اس اكس وهقول سيف. برضو هاخد كوبي من الموف فايلز وقبل الانت هقول بيست، هو حطها اهو. وهنا كل ما في الموضوع ان بدل النوت باد انا اختار ديسكتوب فايلز، انا هنا ده الاكسل، اقول اوكي خلاص هو كتب لي المسار واقول سيف. ده تاني حالة. تالت حاجة برضو اخد كوبي من الاكسل واحطها قبل الانت، واعدل الاكسل اخليها بدل اكس ال اس هتبقى جي او سي اكس وهقول سيف. وبرضو هاخد كوبي من الموف فايلز عند الاند الزرقاء واعمل بيست. كل ما في الموضوع هختار الفولدر بتاع
الوورد واقول اوكي، حط لي المسار واقول سيف كده. انا نقلت المفروض الملفات. تعالوا نعمل ران للفلو بتاعي واشوف ايه الاخبار. اجيب الفلو من اوله، هعمل ران. هو طبعا الملف لو مش هلاقيه مش هيعمل اكشنز بتاعته، ولكن اللي هيلاقيهم الملفات اللي هي الوورد والاكسل والتكست، وهيحطهم كل مجموعة في الفولدر بتاعها. هو خلص. هفتح دلوقتي الفولدر بتاعي وهشوف فعلا هلاقي الملفات مش موجودة في الروت. اخش جوه الاكسل هلاقيه نقل ملفات الاكسل جوه. هخش جوه النوت باد هلاقي الملفات بتاعت النوت باد اتنقلت في نفس الفولدر، وبرضو الوورد اتنقلت جواها. الحاجة اللي احنا ما عملناهاش وهقولها كده نظري علشان ما اطولش على حضراتكم في الفولدر، ان اعمل اللوج فايل اقول ايه الملفات اللي اتعملت لها كوبي وموف وحاجات زي كده. اللوج ده هيكون عبارة عن ان اعمل ليست بالملفات، وممكن ان انا اللوج فايل اديله نيم، والنيم زي ما يمكن شرحنا في فيديوهات سابقة اختار التاريخ والوقت علشان يبقى اسمي ليه، علشان اعرف اللوج فايل ده امتى وايه اللي تم فيه. في عجالة النهاردة واحنا بنتكلم عن باور اوتوميت فور ديسكتوب اتكلمنا عن الفايل والفولدرز هاندلينج بالنسبة للباور اوتوميت. اتعلمنا ازاي ان احنا نعمل انزيب لفايلز ونلغيها من الزيب فايل نفسها، وبعد كده قدرنا ان احنا ناخد مجموعة من الملفات وننقلها من فولدر لفولدر، وده تم بطريقة اوتوماتيكية او باستخدام باور اوتوميت فور ديسكتوب. بكده نصل لنهاية الفيديو بتاع النهاردة، وبشكر حضراتكم على حسن المتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله. إذا عجب الفيديو حضراتكم ففضلا وليس أمرا دعم القناة بالاشتراك فيها مع تفعيل الجرس، وشكرا لحضراتكم مرة أخرى للمتابعة، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.